وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تمام. أما الإمام أحمد فلم يدون مذهبه، هو كتب المسند، أعظم من أعظم كتب الحديث، من أعظم كتب الحديث مسند الإمام أحمد رحمه الله، لكنه لم يصنف في الفقه. لكن ما الذي صنف عنه الفقه؟ صنف عنه من الفقه الفتاوي التي كان يفتي بها فيكتبها عنه طلابه، ويسمون أصحاب المسائل، كانوا يسألون الإمام أحمد عن المسائل ويصنفون. وأصحاب المسائل أكثر من 100 نفس، عدد كبير روى عن الإمام أحمد مسائل، لكن المكثرون منهم يعني محصورين. ووجد من مسائل الإمام أحمد موجود ومطبوع إلى اليوم عندنا مسائل الإمام أبي داود. الإمام أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود، تسمعون سنن أبي داود، رواه أبو داود، هذا أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، وكتب عنه المسائل في الفقه، وكتب عنه سؤالات في الحديث. وهذا من فقه السلف رضوان الله عليهم. يعني أنت تتكلم عن إمام عظيم مثل أبي داود صاحب السنن يكتب فقه أحمد، وهذا يدل على فقههم رحمه الله، أنهم يعرفون للأئمة قدرهم. الآن يجيك واحد يقول يا أخي هم رجال ونحن رجال، ليش نكتب فقههم؟ نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. أبو داود صاحب السنن التي تتلى وتروى في مساجد الناس وفي كتب الإسلام إلى اليوم يكتب فقه أحمد، يكتب فقه أحمد، ويسأل أحمد عن المسائل الفقهية ويدونها وتروى عنه وينقلها للناس، وهذا من فقههم رضوان الله عليهم. أما اليوم بعض الطلبة مجرد ما يختم الأربعين النووية بحفظ ضعيف يقول يا أخي هم رجال، أنا ترجح لي في هذه المسألة كذا، ويريد أن يجعل نفسه مذهبا مستقلا يعني له اختيارات، وهذا غلط كبير أن يتربى طالب العلم على هذا.